والآن مشاهدينا الكرام موعدنا مع أخبار الاقتصاد المال والأعمال. ودينا شرف، أهلا بك دينا. شكرا لك صحة، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. شاركت مصر في اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث مثل مصر بالاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة والمدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا استمرار التطوير الذي تشهده منظومة البوتاجاز في مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة، مشيرا للدور المهم للقطاع الخاص في منظومة البوتاجاز الذي يمثل نسبة كبيرة من أنشطتها. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022، حيث ترأس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وشركات بتروجاز عبر الفيديو كونفرنس. شهدت أسعار الأرز هبوطا كبيرا بعد تدخل الدولة بضخ كميات كبيرة في جميع المحافظات، حيث تبدأ من 10.5 جنيهات للكيلو و 14.75 جنيه للأرز الحر داخل المجمعات الاستهلاكية ووفقا للنوع والحبة. وأيضا شهدت المجمعات الاستهلاكية إقبالا على شراء الأرز، حيث أشاد المواطنون بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار. في حصة مقررة 50,000 طن على مستوى الجمهورية من أسوان لإسكندرية، 25,000 طن دفعة أولية خلال شهر 9، و 25,000 بالفعل البضاعة موجودة، 25,000 طن دفعة أخرى خلال شهر 10، 29 سلعة بتوع وزارة التموين موجودين لثلاث أشهر قدام. عندنا كمية كبيرة جدا، زاد الإقبال زايد عليه. عندنا رز بيبدأ من 10.5، وموجود عندنا رز مصري كيلو ب 14.75، ومتوفر بكميات كبيرة جدا. في أي وقت أنت عايز رز هتلاقيه، زاد المجمع الاستهلاكي بقى ميزة بالنسبة لك، أنت في أي وقت داخل المجمع هتلاقي حاجتك كلها. ثانيا أنت برضو مطمن أن كل حاجتك موجودة، وعندك في المجمع رصيد يكفيك مش أقل من 3 شهور في المجمع اللي أنت واقف فيه. أحسن من بره وأوفر وجودة عالية. ان الرز بره عالي جدا ب20، وفي عدى ال20 كمان، فهنا اللي لقيته ب14 فحلو قوي. والى سوق المال، حيث انهت البورصه تعاملات جلسه اليوم بدايه جلسات الاسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والاجانب قابلتها مشتريات للمستثمرين المصريين. وسجل راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالسوق مستوى 676 مليار و600 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 10079 نقطه متراجعا بنسبه 3.3%، ليغلق عند مستوى 9763 نقطه. كما فتح مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 عند مستوى 2267 نقطه منخفضا بنسبه 6.76%، ليغلق عند مستوى 2104 نقاط. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3223 نقطه ليتراجع بنسبه 5.78%، ليغلق عند مستوى 3036 نقطه.
وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و36 قرشا للشراء و19 جنيها و46 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و39 قرشا للشراء و19 جنيها و50 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و9 قروش للشراء و22 جنيها و22 قرشا للبيع. الدرهم الاماراتي سجل 5 جنيهات و27 قرشا للشراء و5 جنيهات و30 قرشا للبيع. واخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و15 قرشا للشراء و5 جنيهات و18 قرشا للبيع. قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن بلاده تنتج حالياً ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يومياً من النفط، بما يتسق مع حصتها طبقاً لاتفاق أوبك بلس، وأنها مستعدة لزيادة هذه الكمية إذا طلب السوق ذلك. وذات تحالف أوبك بلس الذي يضم دول أوبك والدول الحليفة ومن بينها روسيا، وأن إنتاج النفط هذا العام ضمن سعيه لإلغاء التخفيضات القياسية التي تبناها عام 2020 بعدما تسببت جائحة كورونا في تراجع الطلب. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى نهى وصحر، إليكم. شكرا جزيلا لك دينا.